علشان نحقق التطور والنجاح الاقتصادي لازم نصنع منتجاتنا بنفسنا ونقلل الاستيراد ونصدر منتجات اتعملت في مصانع مصرية وبأيادي مصرية. وعشان كده بيتبني دلوقتي حوالي 4500 مصنع في 13 محافظة في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف توفير عشرات الآلاف من فرص العمل لشباب الصناعة شباب العمل. في الفترة اللي فاتت تم تنفيذ واحد من المجمعات الصناعية الحديثة وإنهاءه فعليا في مدينة بدر، واتبنى على مساحة 29 فدان وبيضم 112 وحدة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة. احنا هنا في مدينة بدر، ده مشروع مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. أرض المشروع هنا حوالي 120 ألف متر مسطح، مبني عليه 8 هناجر. مجموع الوحدات اللي فيه 112 وحدة، وزارة الصناعة والتجارة هم اللي بيخصصوا في مناطق، هم مقسمينها مناطق، في مناطق النسيج، مناطق تغذية، مناطق صناعات معدنية. مساحة الأرض كلها 120 ألف متر، عندنا 8 كلسترات، عندنا 112 ورشة. هو عبارة عن مجموعات ورش وصناعات، وحدات صناعية صغيرة ومتوسطة. مساحة الوحدة حوالي 500 متر غير 200 متر ساحة للتشوين. هو الحقيقة الحمد لله احنا نفذنا المشروع ده في خلال سنة كاملة. كمية المعدات اللي كانت شغالة والعمالة كانت كثيرة جدا عشان خاطر ان احنا ننجز في الوقت المطلوب. تقريبا احنا اشتغلنا حوالي 50-60 ألف عامل في خلال السنة دي. بعض الأوقات كنا بنشتغل 24 ساعة عشان خاطر ان احنا ننجز ونسلم في ميعادنا. بما انه انتهى التنفيذ في مدينة بدر، بدأ بعض المستثمرين يستلموا مصانعهم ويشتغلوا في الإنتاج منها بشكل كامل، ويخلقوا فرص عمل لموظفين يشتغلوا معاهم في المصانع دي. المجمع بصراحة حاجة يعني في قمة العبقرية اللي بتحصل في مصر بصراحة. الشهرين اللي فاتوا دول جالنا ناس من أسبانيا، جالنا ناس من إيطاليا، الناس بره عجبها المكان جدا يعني. بيجوا لأن احنا بناخد منهم وكالات لأن احنا نصنع الحاجة هنا في مصر. طبعا انت لما بتدخل الحاجة على انها قطع غيار وتصنعها في مصر بتبقى فايدة لمصر، انت شغلت الناس، بتبقى توفير العملة الصعبة شوية، بتبقى احسن في الدليفري تايم بالنسبة للشركات. فطبعا هم لما جم وشافوا الكلام دوت، هو الناس دي ما بتديش توكالات بسهولة يعني، لازم تشوف مكان متجهز صح، في سيفتي صح، في امن، في مكان معمول صح، في فاير سيستمز موجودة. الكلام ده كله بصراحة احنا ما عملناش فيها حاجة، احنا جينا لقينا كل ده موجود يعني. احنا بنعتبر بننتمي للصناعات المتوسطة. طبيعة الشغل بتاعتنا ان احنا بننتج ضغطات التكييف المركزي. المجمع ده بيديك فرصة ان انت تشتغل سيف امان، بيديك فرصة ان انت تنتج، بيحاولوا يساعدوك في ان انت ازاي تقدر تفتح اسواق جديدة. في بعض الاستشارات الفنية بنرجع لهم فيها. فهو الناس اللي هم بصراحة مشكورين يعني على المجمع الصناعي ده، بذلوا مجهود كبير. أنا المصنع بتاعي بيعمل أقمشة تريكو متنوعة خام، فورا الصينيين لما جم عجبهم المكان جدا وقالوا ده مكان زي الصين طبعا وشغل جديد، فهم حتى نفسهم عايزين يعملوا استثمار هنا. الصناعة لازم كلنا نهتم بيها صح.